قبل ما نروح الاول لكاس العالم وكده، انا عايزاكم انتوا تابعتوا قرعه اكيد. الاهلي وسان داونز ده، طيب يعني قولوا لي كده. ليديز فيرست طبعا، طبعا ياسر طبعا يا مفيش ياسر، ده كلام. برنامج ما قلتش حاجه على فكره. خلاص لا 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 اسف والله. محللنا الرياضي اللي منورنا النهارده ياسر حسين، اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك، منورنا والله. قولي لي، خلينا نتكلم ان الاهلي كالعاده في مواجهه ناريه في دور المجموعات. سان داونز، الاهلي وسان داونز تحديدا اتقابلوا قبل كده يمكن 12 مره، الاهلي كسب 5 مرات وتعادلوا في 4 ماتشات. يمكن خليني اقول لك ان الاهلاويه بداوا يحبوا مواجهات الاهلي مع سان داونز، لانه بقت فيها الخير. احنا كل المرات اللي قابلنا فيها سان داونز الحمد لله على الاقل لعبنا فاينل او كسبنا البطوله. يمكن نعتبرها خليها بشره خير. باقي المجموعه مش سهله، القطن الكاميروني، الهلال السوداني، خلينا نقول مجموعه ناريه فعلا. ولكن الاهلي ان شاء الله قادر على مواجهه الجميع وقادر على الحصول على اللقب اللي خسره بفعل فاعل يمكن السنه اللي فاتت ان شاء الله.